يا اصحابي فيديو جديد وحلقه جديده من عالم توم وجيري. النهارده هنلعب جي تي اي اوكي ما علينا، يلا بينا. انت بتبص على مين؟ ببص على الناس. انت كنت بتبص يا على يا ترامب؟ ارجوك يا الرئيس ترامب، ارجوك تعال. انا ماشي. انت الرئيس؟ انا ماشي. تعال. كان نفسي تديني انا مش صغير. بس انا مش رئيس هنا، انا رئيس امريكا. انا مش رئيس برضو بحب أمريكا. انا مش رئيس بلد جي تي ال العظيمة. أنا يعني كنت عايش كده في امريكا 3 سنين وبعدين رجعت هنا. نفسي. انت بتكلمني اصلا ازاي وانت بعيد؟ عادي، انا جايب مايكروفون بيسمع كل البلد. انا مش سامع. والله العربية الرينج بتاعتي جميلة جدا. يا رئيس امريكا، اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا مبسوط جدا اشوفكم. عايز نبدا سموذي؟ انت بتشرب سموذي؟ انا عايز سموذي. عايز اوكي. عايز تشتري نظاره؟ الرئيس ترامب اديني علم ارجوك. عايز علم امريكا. انا مش جاي عشان اوزع اعلام، انا جاي في مهمه خاصه ودور على حد معين. يا اصحابي عارفينه؟ يا اصحابي عارفينه؟ لو عارفينه اكتبوا تحت في الكومنتات. ام عمونس انا بطبل يا ترامب، هات لي علم ارضي. يا الرئيس ترامب اديني علم. هو ليه كله عايز اعلام مني؟ مش عايز. قعدنا كلنا 3 سنين في امريكا وسبنا البلد. الله، انا بحب قوي التنطيط فوق المباني. وهي حركه كول. الرئيس ترامب. الرئيس ترامب. عمري ما شفت رئيس في ملاهي. بس بدور عليه. عايز هادا. انا ما بحبش مش عارف. صدق بحب كل انواع الاكل. برجرز ده مش هوت دوغ. انت بتكذب عليا ليه؟ اصل انت بتحب الهوت دوغ. مين قال ان انا بحب الهوت دوغ؟ اوه توم اند جيري. ازيك يا رئيس ترامب؟ قصدي الرئيس ترامب. ازيك عامل ايه؟ واحنا خلصنا من شخصيات الكرتون، جات لنا شخصيات حقيقيه. اهلا بكم يا الرئيس. اهلا، ازيك عامل ايه؟ اول مره اقابل رئيس في حياتي. يا انا مبسوط جدا ان انا قابلتك. بصراحه عمري ما قابلت رئيس في حياتي. وانا كده. وانا مبسوط كمان. بس يعني شعرك اصفر. ايوه طبعا، مش من امريكا، لازم طبعا يبقى شعري اصفر. اوكي. انت عايز مني ايه؟ عايز تاكل ودني؟ اكل ودنك ايه؟ انا مش فار عشان اقرقض ودنك. عايز جيب. تعالوا اتبعوني. اتبعوني اتبعوني. هنتبعك. خلصوني بقى. احنا شخصيات كرتونيه عشان تعرف احنا ممكن نعمل ايه. انا ههرب منكم. احنا ممكن نخليك دلوقتي في اللحظه دي في امريكا. لا شكرا. او حتى احنا كمان ما ينفعش هجرب. ويا ريت تتكلم معايا باحترام اكتر من كده، عشان لازم تقدر ان اللي واقف قدامك ده الرئيس. مش معنى ان هو واقف قدامك يبقى عادي خالص. اللي في ادب جنبه عملوك براس كبيره والجسم صغير. مالكش دعوه. اسباب كرتونية. مش عشان انت جي تي اي رئيس جي تي عالم جي تي اي يبقى انا عادي. ما ينفعش، لازم تحترمني. فاهم؟ بس عربيتي. لا لا لا، احضر مع عربيتي. دي عربيتي انا. اصلي عندي نص شبهها بالظبط، بس في عربيه 300. دي كمان عربيتي البيضه.
شبه عربياتي قوي. هو انت عندك برضو اسطول عربيات؟ لا مش قوي. طب كنت عايز اركب جنبه عشان يقرقض وداني. انا مش عايز اقرقض ودانك. كفايه ان العم جده كان بيزغزغنا بشنبه. واحنا هنقلب كباب عشان خاطري عشان خاطري صار. انا اللي عملت كده ما تقلقوش. انا اللي بعمل كده. مين قال ان انا انت اللي بتعمل كده؟ بطل كده. انا من البسوق اللي بيسوق هو اللي بيعمل السحر في العربية. ايوه بس مش معنى ان انا واقف قدامك انا برضو رئيس. لازم تحترمني. حاضر يا رئيس امريكا. بس انت قول لي رئيس عالم توم وجيري. لا انت توم لان انت لسه كنت من حوالي سنة بس يا رئيس عالم توم وجيري. ماشي من لكن من ساعة ما قناة عمل ما علينا. مين عايز يعوم في النهر؟ بس انا في النهر. احنا مش هنعوم في النهر. لا هتيجي. انا جاي يا توم. ليه زقتني يا جيري؟ لازم نسمع كلام الرئيس. طب هو انت رئيس امريكا من امتى؟ مش فاكر يعني بقالي شوية يعني مش فاكرة أوي يعني. ايه ده؟ ليريكو انا بعرف عامل صوت جيمي اصر. يا خدي بالك انتي قاعدة على طرف النهر بالتليفون هتوقعي انتي والايفون اكس وهيوقع الله يموت. صح الايفون اكس مضاد للمية بس مش الوقت طويل. ايوه بقولك ايه يا توم وجيري ايه رايكوا في مكتبي؟ بس سبت بجد رائع يا بختك. يعني قعدنا وقت طويل شويه على بال ما نروح امريكا. لا ما قعدناش وقت طويل قوي ولا حاجه يعني. بس مكتبي ايه رايكم فيه؟ بصوا مكتب ازاز كده طويل وقدامه الشباك اربع شبابيك ازاز. التلفزيون سامسونج. او ماي جودنس. واو حلو. ايوه يا توم وجيري ارقص وترر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 ر
بعزف بالجيتار ترورورورورورورو ترورورورو. أيوة يا مستر ترامب، أنا مبسوط جدا معاك، أنا عايز أعيش معاك مدى الحياة. يعني 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 إحنا علينا نجري مهمات تانية على بال ما نعملها. وفين المكتب بتاعك؟ ما علي. أيوة إحنا في أمريكا، حتى كان في علم أمريكا. أيوة. ومش عارف ليه كل الناس عايزين علم أمريكا. ما أعرفش هما ليه مش عايزيني وعايزين علم أمريكا. يلا تعالوا معايا أقول لك شكل العلم بتاع مدينة. إيه؟ علي وش توم وجيري مفتحين بقهم، وكمان نص وش توم ونص وش جيري عشان يخش الدبان جوه بقنا. إحنا مجرد علم. إيه رأيكم في أمريكا؟ مبسوطين فيها ولا عايزين تروحوا؟ بصراحة رائعة. عايزين تروحوا؟ لا رائعة. خلاص روحوا. لا بقى رحنا على جي تي إيه، ماليش دعوة. بعد 5 دقايق. يا سلام، ادي مش ده الحديقه كانت بتاعت البيبي ولا انت؟ ايوه. ازيك عامل ايه يا ترامب؟ ادينا على امريكا. برضو البيبي هنا. ايوه انا عايش هنا. يعني ايه والبيبي ده عايش في قصر؟ صدقني انا ابقى ملك البيبيهات. ماشي، عايزين تعملوا ايه تاني؟ احنا عايزين نستمتع لان انا ورايا مهمة ان انا ارجع امريكا تاني، فلازم نستمتع. ايه ده ايه ده ايه ده طوم؟ فلازم يعني تاخد ذكرياتك. تستخبى مني ليه؟ يعني البيبي ده بهدلنا، استعملنا حفاضات كتير وساق عربيات وعمل مصايب. طوم انت فاكر ان احنا هنعرف نعمل كده؟ سوبر جيري هو اللي بيعرف كده. سوبر جيري كل في البلد بيعرفوا يعملوا كده.
حتى ان انا اقدر اطير بالون محلها لاني عملتها قبل كده. تام انت فين؟ انا رايا. ايه ده لا لا انت انا عايز اجري وراك، انا عايز امسكك انت. ايه انت على فكره انا رئيس البلد دي. انت مشهور طام، انا عايز اشوفك، انا نفسي اشوفك. يعني عشان مشهور وكمان رئيس بلد؟ ايوه. يا لهوي اعمل ايه؟ ترامب جيري انتوا فين؟ اسمي الرئيس ترامب. مش لازم انا بنادي. لا لازم. اوكي يا رئيس ترامب. انا اكبر منك لازم تحترمني. انا قطة على فكره. ايوه بس ترامب لازم تحترمني. اتهو ترامب. قول للرئيس ترامب. الرئيس ترامب. ايوه كده. او الرئيس امريكا اي حاجة. ما بين دول. لا. مش عارف ليه جيري دايما بيقول ديلي جميل زي العصافير. هاي انت بتعرف كاري اللي كنت عاوز زي العصافير؟ تعالوا نحتس جوه البسين ده بليز. انا هستد سمك، ما اعرفش ليه. سمك مع انه بسين بس هستد سمك. يا ترامب هو بالذمة ازاي يا سمك؟ اسمي الرئيس ترامب. يا رئيس ترامب ازاي هيصيد السمك في البسين؟ ما اعرفش صدقني هو ولا انا طبيعي جدا مجانين. كل حاجة ممكنة مع الجنين في عالم توجير. انا بستشامك، انا بستشامك جيري. مفيش سمك في البسين ده. انا بستشامك من البسين. صدقني مفيش سمك هنا. لا فيه. هو ده بسين ولا نهر؟ طب صدق ايد البابا تشيتشي مفيش هنا. انا استاذ سمك في البسين. دبسين بس على شكل نهر، يعني حاجه كده تحسسك بالراحه. انا واقف هنا ومرتاح جدا. انا بستاذ سمك في البسين. طب ما أيوة. تلبس حتى مايوه. لا بدلتي هي احسن. انا ما بهزر. يعني حتى في بيتك بتلبس البدله. أيوة. وانت ما عندكش اي حاجه 300 زي يعني زي اي حد. زي في ناس بيحبوا يناموا بالبيجامة، يقعدوا في البيت بالبيجامة، ينزلوا يشتروا حاجات من السوق بالبيجامة. زي مستر بين كده طول الوقت. بالظبط. انا حر ببدا. كل وانت واحد برضو طول الوقت. كل واحد حر. ما فيش سمك زي ما طول عمري. ما فيش سمك استعدتو. ما فيش بسين صدق. مفيش سمك استنى. الرئيس ترامب اديني عالم. هو انا كله عايز عالم مني مش عايزني انا. وفين توم؟ توم هنا. توم انا جاي. طب ما تطلع من على السرير انت. يعني اتحشرت سنه عشان انتوا رحتوا من الناحيه دي. يلا تعالوا بقى. طب نروح فين علشان نتسلى كده شوية وبعدين نرجع امريكا؟ وبصراحة عايزين يعني انا اللي هرجع لوحدي امريكا. كان نفسي نرجع وبعدين نعمل زكاة. لا بس روحنا امريكا خصوصا علشان تورينا مكتبي. مكتبي ده احسن. انا مكتبي. يلا نركب طيارة في وسط الطريق. اما علشان نرجع امريكا. لا ما اعرفش تسالي. صدقني يلا كله يركب. انا راكب. انا هركب. اركب ايه؟ اهو ركب. انا اهو ركبت. ركبت اوي بصراحه. اوي. هتركب ولا اكلك؟ يا الرئيس دونالد ترامب هندخل ونعمل. يلا اركب. موقفين الشارع كله بطيارتنا مع ان ده مش منطقي. مش راكب. اوتش. مش راكب. انا همشي ورا الطياره بس. ولما نطير بقى هتعمل ايه؟ همسك في الطياره. انت ليه صوتك رفيع؟ طيب اصل انت جوه الطياره فانت سامعني كده. بتتكلم جد؟ صدقني. انا صوتي عادي طبيعي. انا بتكلم طبيعي. انت بت انت 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 انا بعيد قوي. انت سامعني رفيع قوي.
أنا هطير وأسيبك. لا أنا مش عارف، مش عارف أطير، ما بعرفش أسوق الطيارة، لأن أنا مش طيار، أنا رئيس البلد. أنا بعرف. إيه ده، مين بقى الصوت ده؟ أصل أنا قربت سنة. يا سلام، أنت مش هنا أصلا. أوكي بصوا جيري. نعم أنا متضايق جدا. توم نعم هنا؟ أيوة أنا هنا. أيوة أنا. أنت هنا؟ ما أنا هنا فعلا. معلش أنت عندك إخوات؟ لا، بس أنا عندي ابن عمي اللي بيخاف من الفيران. افتكرته. معقولة بتشوف حلقاتي؟ أيوة طبعا، ما حلقاتك معمولة في هوليوود في أمريكا. أيوة. دي عربيتك الرقم كام دي؟ 355. باشي هركب جنبك عشان أنا الرئيس. وأنا كمان رئيس، فالرؤساء بيقعدوا مع بعض. أما أنت يا جيري مجرد وزير نيان يهي. يا لازم رئيس، اسمعنا أنا. دي مش لعبة، مين هيبقى الرئيس على فكرة؟ نعرف، بس أنا عايزة الرئيس. طب ما تيجي نبدل أنا وأنت كده كل يوم، مرة أنا الرئيسة أحولها البلد النينيهات ومرة أنت. صدقني صعب أوي نغير لوجو العالم كل يوم. لوجو العالم؟ أنت هتعمل مصايب في البلد. لوجو العالم أصلاً إحنا الاثنين. بونيز أنا عايزة يعني أشوف يعني كده عشان ما تزعلش. بس مش معقول كل يوم نغير لوجو العالم. ايه ده، انت هتدمر البلد، هتحولهم للنيانيهات وتخلي وتلغي كل الاكل من البلد ما عدا الجبنه. لا انا مش هلغي كل البلد، هبقى كريم شويه واخلي كل الاكل بس لازم بالجبنه. يعني بيتزا لازم دايما تبقى بالجبنه. بيتزا بالجبنه، بطاطس بالجبنه، هوت دوغ بصوص الجبنه، هوت دوغ بالجبنه، عربيات بالجبنه، حتى جبنة العربية. بالجبنة، لبن بالجبنة، زبادي بالجبنة، جبنة رومي بالجبنة، جبنة شيدر بالجبنة، جبنة البرجر بالجبنة، البرجر بالجبنة، ناقص الناس يبقوا جبنة، تورتة بالجبنة. يا ترامب، هو انت بالنسبة لك ده ينفع يبقى رئيس؟ لا بس العربية بتطير ازاي يا ترامب؟ انا اللي بعمل كده. يعني صوتت اول عرفت الغرض. شاطئ بالجبنه، سندوتشات بالجبنه، يعني الشاطئ بدل الرمله هتبقى كيلا بالجبنه، مسحوق بالجبنه، كفته بالجبنه، طيارات بالجبنه. ايه طيارات بالجبنه؟ مش ده المكان اللي عملنا فيه سباق سونيك؟ ايوه، وسونيك كان يعني ذكريات دم وتقل. ومش كده وبس، عمرو دياب بالجبنة. عمرو دياب بالجبنة، كفاية ان هو مش ديب واحد، يعني كمان معاه جبنة. والجبنة بالجبنة، يعني جبنة مخصوص عليها صوص جبنة، دي هتبقى طعمها لساني اكتفى من الجبنة. حتى الجبنة بالجبنة، والجبنة اللي عليها الجبنة بتبقى بالجبنة، والجبنة اللي عليها الجبنة فوقها يعني الجبنة، يعني ما فيهاش نهاية. باربي بالجبنة. ايه يعني عشان شعر باربي اصفر يبقى جبنة يعني؟ ايوة يبقى جبنة. وميانا ينفع تسكت يا جيري؟ ده بالذمة ينفع يبقى رئيس يا دونالد ترامب الرئيس؟ لا انا خايف من اللي انتوا بتعملوا فيا ده. خلاص خلصنا احنا دلوقتي. ايه جيري، جيري. شفت ده بيعمل مصايب اللي انت بتعمله ده يا جيري. انا كنت عايز اسوق. صدقني انت ما تنفعش تعمل حاجة. انا هركب قدام. انت تاكل جيم. انا هركب قدام. بس ده مش معناه ان انت رئيس، انت لسه وزير. لا انا رئيس. لا انت وزير. انا رئيس. هي دي لعبة اللي هيقعد قدام مع ترامب هو الرئيس. اسمي رئيس ترامب. ايوه كده ماشي. احنا رحنا لجبل عالم توم. اكمل بالجبنه
جاتو بالجبنة، حلويات شرقي بالجبنة، جمبري بالجبنة، مكرونة بالجبنة، رز الجمبري، مكرونة بالبشاميل بالجبنة، أحبوا الأسماك، جبنة بالجبنة، لحمة بالجبنة، فراخ بالجبنة، سمك. ايه ده الناس بيصورونا؟ المكان ده لا، المكان ده عبارة عن اهلا اهلا يا مشهورين، اهلا اهلا، حاجة سياحية. اهلا ايه ده، شفتوا الحاجة السياحية؟ وبصوا الطيارة دي، يلا يلا، دي طيارتي انا، عندي مش عربيات بس، عندي طيارات كمان. طيارة رينبو، نين 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 نين. ناقص بقى اقول لك ايه اللي تقوله، جيري بالجبنة، رئيس فاهم انت ليه مش هتكتب، انا مش عليها تركب، تعالى. لا انا مش عايز. هي هو ليه كل ما نركب الطيارة اي حد برا نسمع صوته غريب؟ طب احنا بنطير لورا؟ لا بنطير لورا، انا ببعد منه، خايف لا يخبط على الطيارة. اوعى تموته. ايه ده، ده بيتزق مش بيموت. ايه ده؟ يا ضرب ترامب الرئيس. احنا على فكرة هنطير بعد شوية. هصدعك يا توم، هصدعك يا توم، بس بألبوم ينيا هات الميجا. انا هطفي الالبوم ده، انا اللي بس شايف الالبوم ده. هصدعك يا توم، هصدعك. شايف الالبوم اللي جوه بقى؟ على فكرة انا بتكلم. جيري اسكت، اسكت يا جيري، اسكت يا جيري. نيني نيني يا ميجا، هصدعك طبعا. لا من كتر كل ده الطيارة انحرفت. انا لسه حي، انا خايف، انا مش عايزه اموت النهارده، انا عايزه ارجع امريكا بسلام. احنا لسه حي، انا مش فارق معايا ان انتوا حي ولا ميت، انا عايزه ارجع امريكا بسلام من غير ما انت نسيت انت برا الطياره. لا انا دخلت جوه على فكره. انت دخلت في تكنولوجيات الطياره؟ صدقني دخلت جوه. يا عم واو، شايفين كل البلد؟ طياره في الهواء. ياي بننتجه للمية. أنا نيا نيا ميجا، هصدعك يا ترى. تمسكوا في نفسكم. بقولك ايه، أنا أخدت معايا بكرة سيروتوب احتياطي، تحب أقفل بق جيربي؟ أوكي. استنى أنا بقى هجيب سيروتوب كمان مش شفاف، هجيب سيروتوب اللي هو خلاص خلاص هيقولوا خاطفينه، هفضلوا مشكلة ما علينا، هو شوف. باي اصحاب، يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مزيد من فيديوهاتنا. انا فكيت السيروتوب، انا فكيت السيروتوب، انا فكيت السيروتوب. كنا نلزق ايدي كمان.